نبداو عدد اليوم جورنال فيغ بخبر عنوانه الرجاء ينتظر مراسله مهمه من الكاف بخصوص السوبر الافريقي، وكيترقب فريق الرجاء الرياضي مراسله من الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم كتهم مباراته ضد الاهلي المصري في اطار نهائي السوبر الافريقي اللي غتكون دوله قطر مسرح ليه في 24 من شهر سبتمبر الجاري. وحسب مصادر متطابقه في اللجنه المكلفه بتنظيم السوبر الافريقي عقدت بدايه هذا الاسبوع اجتماع بالدوحه لدراسه كافه التفاصيل المتعلقه بمواجهه بطل الشامبيونز ليغ وبطل الكاف، ورفعت تقرير الكونفدراليه لاجل عليه. وضافت المصادر نفسها بأن الاجتماع تناقشوا في أعضاء اللجنة مقر إقامة الفريقين وملعب التدريبات والبروتوكول الاحترازي في ظل الأزمة الصحية اللي كيعرف العالم. ومن المنتظر باش يتوصل فريق الرجاء الرياضي في غضون أيام قليلة المقبلة برنامج السوبر الإفريقي وجميع التفاصيل المتعلقة بالمباراة باش يشرع في تهيئ المواجهة ضد الأهلي المصري. الرجاء الرياضي يبعد أوغوستين عن معسكر مراكش، وفي التفاصيل قررت إدارة فريق الرجاء الرياضي إبعاد اللاعب الغاني أوكرا أوغوستين على المعسكر الإعدادي للفريق في مراكش استعدادا للموسم الرياضي المقبل. وجاء الإبعاد من إدارة الفريق الأخضر حسب مصدر خاص بسبب انتظار نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بالمهاجم الغاني اللي كاين التعاقد مع مكتب الأندلسي بهدف تعزيز القدرات الهجومية للفريق قبل بداية الموسم الكروي. وكان المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي كثف من الفحوصات الطبيه اللي خضع لها اللاعب الغاني اوغوستين اوكرا تمهيدا لتوقيع الفريق في مرحله الانتقالات الصيفيه الحاليه، بحيث طلب الطاقم الطبي للفريق اخضاع اللاعب للفحوصات الدقيقه بعد علمهم انه كان مصاب في الموسم الماضي. وجاء تحرك المكتب في هذا الصدد بعد تنبيه جماهير الرجاء الرياضي بخصوص الاصابات المتكرره للاعب الغاني اوكرا اوغوستين في مساره الرياضي بالفرق اللي لعب لها سابقا. تخوفت الجماهير الرجاويه من تكرار سيناريو صفقه عمرو زكي اللي ما لعب حتى لقاء رسمي مع النسور، وكان صفقه فاشله بامتياز في الفريق الاخضر. لسعد الشابي يعفي احداد من معسكر مراكش، وقرر مدرب فريق الرجاء الرياضي التونسي لسعد جرد الشابي منح اسبوع راحه للمهاجم حميد احداد واعفائه من المشاركه في معسكر الفريق بمدينه مراكش استعدادا للاستحقاقات المقبله. وكيجي هذا بعد ما انهى اللاعب احداد قبل ايام قليله منافسه الدوري المصري رفقه نادي السابق الزمالك، الشيء اللي خلى الطاقم التقني للفريق الاخضر يقرر اراحته. ووقع اللاعب حميد احداد كيف سبق وشرنا عشية الاثنين الماضي بشكل رسمي في كشوفات الفريق الاخضر بعقد كيمشي لموسم واحد في صفقه بلغت قيمتها 100 مليون سنتيم، علما ان احداد تنازل على 200 الف دولار مجموع مستحقاته العالقه بالزمالك المصري، 150 الف دولار جزء من حد توقيع و50 الف دولار منح مباريات، كما اضاف مبلغ 100 الف دولار من اجل فسخ عقده مع الفريق المصري. سند ورفلي يفاجئ الجميع ويوقع في كشوفات غريم فريقه الام. وفاجأ الدولي الليبي سند ورفلي مدافع فريق الرجاء الرياضي سابقا الجامع بالتوقيع امس الثلاثاء في كشوفات الغريم التقليدي لفريقه الام. وحسب مصادر اعلاميه ليبيه فسند ورفلي وقع عقد مع اتحاد طرابلس صفقه انتقال حر بعد ما تعاقدوا مع فريق الرجاء الرياضي بنهايه الموسم الكروي المنقضي. وضافت المصادر نفسها بان اتحاد طرابلس دفع مبلغ 3 مليون دينار لاهلي طرابلس وهي قيمه الشرط اللي كان وضعه الاخير سابقا في عقد سند ورفلي في حاله انتقال الغريم التقليدي. ووفق المصادر نفسها فصفقه انتقال سند ورفلي لاتحاد طرابلس بلغت مليار سنتيم للموسم الكروي الواحد غير ادى الراعي الرسمي لاتحاد طرابلس. هذا هو بديل بؤميرة في الرجاء الرياضي. وفي تفاصيل الخبر كيتجه فريق الرجاء الرياضي لعدم التعاقد مع اي حارس مرمى خلال الميركاتو الصيفي الجاري واللي غينتهي في 9 من شهر سبتمبر الحالي. ووضح مصدر رجاوي مسؤول في اتصال هاتفي انه بالرغم من رحيل الحارس محمد بؤميرة فالفريق الاخضر ما كيستعجلش حاليا في ايجاد بديل ليه، اذ غيكون امير الحداوي هو الحارس الثاني لانس الزنيتي. وضاف المصدر نفسه ان فريق الرجاء الرياضي غيبدا الموسم الكروي المقبل اللي غينطلق في 10 من شهر سبتمبر الحالي بجلالة حراس مرمى، وكيتعلق الامر الحارس الاول انس الزنيتي والثاني امير الحداوي والثالث ياسين الزوبير اللي كيحمل الصفه الدوليه مع منتخب اقل من 23 سنه. وتابع المتحدث نفسه بان فريق الرجاء الرياضي غيتريد في التعاقد مع حارس مرمى باش يكون في مستوى تطلعات وقيمه الفريق، وبرز انه من المنتظر باش يتم التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال الميركاتو الشتوي المقبل. يذكر ان محمد بؤميره اللي حمات لصالحه الجامعه الملكيه وبات لاعب حر كان هو الحارس الثاني للفريق الاخضر بعد انس الزنيتي في الوقت اللي كان فيه امير الحداوي هو الحارس الثالث. ندوزو معكم لفقره ميركاتو ونشوفوا شنو تقال الميركاتو الرجاوي في مختلف المنابر الاعلاميه. بعد حل المشكل رسميا الرجاء الرياضي يتعاقد مع جمال حركات لاربع سنوات، وتعاقد فريق الرجاء الرياضي امس الثلاثاء بشكل رسمي مع المدافع جمال حركات قادما من نادي مولوديش وجده،
وحسب مصدر خاص فاللاعب القادم من سندباد الشرق وقع رسميا عقد انضمام لفريق الرجاء الرياضي لمده 4 سنوات في الاسبوع الماضي، لكن اعلان الصفقه الرسمي كان كينتظر توقيع رئيس مولوديه الوجديه هو في العقد اللي كيربط حركاس بالفريق الاخضر. وكيف سبق وشرنا فالمشكل اللي كان مطروح هو انتظار الرئيس الوجدي تنازل حركاس على مستحقاته الماليه واللي كتبلغ 80 مليون سنتيم. وبالامس تنازل جمال حركاس على بعض مستحقاته العالقه بذمه المولوديه لتسهيل عمليه انتقاله لفريق الرجاء الرياضي بصفه رسميه. وجاز اللاعب جمال حركاس اول امس الاثنين الفحص الطبي بنجاح قبل ما يعلن فريق الرجاء التوقيع الرسمي بالصفحه الخاصه بالفريق الاخضر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتعتبر صفقة اللاعب جمال حركاس هي العاشرة لفريق الرجاء الرياضي في الميركاتو الصيفي الجاري بعد ما ضم كل محمد الناهري، ساميين، جبريل سيلا، سفيان الازهري، عمر العمراني، مصطفى كوياطي، محمد شيبا، حميد احدد وبشير العراسي. جمهور الرجاء يضغطوا على الاندلسي لانتداب جناح هجومي جديد ومفاوضات ضم الزرهوني تجري من جديد. وفي تفاصيل الخبر كيضغط جمهور فريق الرجاء الرياضي على المكتب المسير للفريق للقيام بانتداب على مستوى المركز الخاص المتبقي، وذلك قبل انطلاق الموسم الكروي المقبل المقرر في الاسبوع الثاني من شهر شتنبر الحالي. وكيطالبوا مشجعي فريق الرجاء الرياضي اداره الاخير بضروره تعزيز صفوف الفريق بلاعبين اخرين وذلك لتقويه التركيبه البشريه اللي غتلعب الموسم المقبل على استحقاقات عديده أهم مسابقة دوري أبطال إفريقيا. وكيركز الجمهور الرجاوي على مركزي جناح أيمن وأيسر لسد الخصص اللي كيعاني منه الفريق والدخول بثوب البطل لكافة المسابقات اللي غينافس عليها الرجاء في الموسم الرياضي المقبل. من جهة أخرى قام رشيد الأندلسي أمس الثلاثاء بالاجتماع برئيس الفتح الرباطي نوال خليفة لفتح باب المفاوضات مجددا بخصوص انتداب نوفل الزرهوني بعد ما فشلت عدة محاولات سابقا بالرغم من رفع العرض المالي من قبل المكتب الرجاوي ل 250 مليون سنتيم، مع العلم أنه سبق وجرى اتفاق بين الأندلسي والرئيس السابق لفتح الرباطي الحجوي بخصوص توقيع الزرهوني في الرجاء مقابل 200 مليون سنتيم فقط. ومازال كينتظر مكتب الرجاء رد الفريق الرباطي حول العرض الجديد لانتداب نوفل الزرهوني وإغلاق الميركاتو الرجاوي بصفة نهائية بعد توقيع 10 لاعبين. كان هذا آخر خبر رجاوي في عدد اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلاقاو في أخبار رجاوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.